خلاص كده الفطيرة خلصت معانا، شايفين شكلها تحفة، مش قادرة اقول لكم طعمها قد ايه حلو. شايفين شكلها، شايفين الحشوة، شايفين قد ايه طرية، يعني حتى يعني هي محشية لحمة وجبنة، محشية حاجات حلوة، والعجينة نفسها طعمها حلو قوي. اول خطوة نعملها بقى نجيب المية الدافية والخميرة والسكر ونضيفهم. دي معلقة كبيرة خميرة بمقام كيس خميرة كده. مهم اول خطوة دي اما نبقى بنعملها بنتأكد ان الخميرة شغالة ولا لا، اما السكر بيتحط عليها لو شغالة بتنشط كده وبتختمر، لو فاسدة او صلاحيتها منتهية ما بتعملش كده، فبنتأكد ان الخميرة شغالة. تاني حاجة بتخدمني قوي في العجينة، يعني لما بعمل الخطوة دي الاول واسيب المية الدافية والخميرة والسكر كده لوحدهم حوالي 5 دقايق، بتطلع لي نتيجة العجينة احسن، لان الخميرة بتبقى اشتغلت لوحدها الاول، فمفعولها بيبقى اقوى واحسن. خلاص كده سيبنا الخميرة 5 دقايق، شايفين خمرت وتفاعلت معانا ازاي كده، بقى ان شاء الله مفعولها في العجينة ان شاء الله هتطلع روعة. اجيب بقى بولة العجان كده، نضيف الدقيق واللبن الباودر، واللبن الباودر هنا يا جماعة انا بستخدمه كمحسن، بيدي نتيجة هايلة في اي معجنات تستخدموه فيها. ونضيف بقى الخميرة والسكر والمية الدافية كده بعد ما سيبناهم اختمروا، والبيكنج باودر، ونخلط بقى كل المكونات مع بعض. خلاص كده اتعجنت معانا. بصوا انا دهنت ايدي زيت عشان اطلعها من العجان، شايفين العجينة، عجينة ما شاء الله تحفة. نحطها بقى في بولة ونغطيها ونسيبها تخمر، يعني سواء في الصيف او شتاء على حسب ما حجمها يتضاعف. حطيت طاسة سخنة على النار، نزلت فيها بمعلقتين سمنة كبار، واضيف عليها البصل المفروم، دول بصلتين وسط مفرومين. البصله خدت لون معايا دهبي كده، اصفرت شويه، انزل بقى بالفلفل. ما بحبش اضيف في الفلفل من الاول خالص عشان ما بحبش يعني اموته اسويه خالص كده، لا بحب يبقى فيه سنه فريش كده. نشوحه كده شويه برضو مع البصل. نضيف بقى اللحمه المفرومه، نقلب كده كله مع بعضه. نضيف بقى رشه فلفل ورشه ملح ورشه بهارات ورشه قرفه. بس العجينة خمرت معانا اهي ما شاء الله، شايفين ما شاء الله، نطلع منها الهوا بقى. نديها كام بوكس كده نطلع الهوا، حطيناها كده اهو، ونقسمها بقى كده نصين قد بعض. احط نقطة زيت في الصينية، نقطة بس ما كترش خالص، ندهنها كده. ناخد بقى نص العجينة ده نكوره كده على شكل كورة، رشينا رشة خفيفة خالص كده دقيق، نفردها بقى معانا كده. بصوا باخد من النص للجنب، من النص لفوق، من النص لتحت، اي عجينة بفردها من الشابة دي الطريقة الصح، من النص في اي اتجاه، اي اتجاه انا عايزة اروح له اطلع من النص عليه. ميزة المفرش ده كمان ان هو متقسم، يعني حسب قطر الصينية اللي انت عايزاها تظبطيها عليه كده الاول. نخرمها بقى كده لانها طبقتين، عايزين نتأكد ان دي تخللها البخار كده واستوت، ولان فيها كمان بيكنج باودر مش عايزينها تنتفخ قوي، شايفين بالشكل ده كده. احب اقول لكم كل خطوة بنعملها ليه عشان تبقوا مقتنعين كده وانتوا بتعملوها. نحط بقى حشوة اللحمة، بصوا انا وزعت حشوة اللحمة المفرومة بس خليت الحروف فاضية، لان الحروف دي هي اللي هلزق العجينة التانية عليها، فلو عليها لحمة مش هتلزق كويس، الفطيرة هتتفتح مني. في اهم حاجة يعني شايفين الحرف ده اللي في الاخر ده ما يبقاش عليه حشو، لان ده اللي هلزق عليه بقيت نص الفطيرة التاني. نحط برضو كده رشة جبنة رومي عليها، بتديها طعم حلو قوي، برضو زي ما عملنا في التانية، من النص في كل الاتجاهات. متقلقوش هنظبطها كده كلها ونخليها مظبوطة، شايفين باخد كل حرف كده بشده وبلزقه على الحتة اللي تحت. بصوا اهم حاجة عندي اتأكد ان الحروف متظبطة كويس، متقلقوش من الحاجات اللي مش مظبوطة دي،
كده كده لما نحط البيض على وشها والجبنة وتخش الفرن مفيش أي حاجة من دي هتبان خالص، يعني ما تشغلكوش ولا تقلقكوا خالص. احنا بندهن الوش بصفار بيضة، ممكن نحط عليه رشة بسيطة فلفل أسود. ليه بس صفار مش حاطين بياض معاه؟ لأن الصفار بيساعد إن هي وشها يحمر أكتر ما تبقى البيضة كاملة. يعني أما ندهن أي مخبوزات أو حاجة بصفار بيض بس مش بيض كامل، نتيجته ولونه أحلى أحلى من ندهنها بالبيض كامل. نخرمها زي ما عملنا في التانية بالظبط. أنا المفروض كنت خرمتها قبل ما أعمل البيضة بس أنا نسيت، يعني بس فاكرة دلوقتي وأنتوا مفكرتونيش، بس مش مشكلة يعني كده برضو مش هيجرى حاجة. ندخلها بس حوالي حاجة بسيطة كده في الفرن، هقول لكم قد إيه بالظبط، يا دوبك بس الوش يتشمع شوية وبعدين نحط الجبنة على الوش. حطيتها 10 دقايق في الفرن، يا دوبك كده الوش شمع ومسك نفسه، ضفت بقى دلوقتي الجبنة. ناخدها بقى وندخلها على الفرن تاني لحد ما تستوي والوش يحمر. دخلناها الفرن على حرارة 200 حوالي 20 دقيقة، وبعد كده حطيناها تحت الشواية لحد وشها محمر. وصفة حلوة جدا وسهلة جدا، مش قادرة اقول لكم طعمها قد ايه حلو، ومش قادرة اقول لكم قد ايه هي ان شاء الله ان شاء الله ناجحة ومضمونة، يعني مقادير مظبوطة بالملي، اهم حاجة بس العجن والتخمير. تحفة للغدا للعشاء للرحلات لأعياد الميلاد لو ضيوف جايين لكم، يعني انا شايفاها تنفع لكل الاوقات. حقيقي وصفة حلوة قوي قوي تستحق التجربة.